ميزانيات 2021 للسويدية بتبشر بالخير، وأعشاب طبية من أفريقيا في مواجهة فيروس كورونا، ولادة الثالث غوريلا بالسويد، وتعليقات طريفة جداً من متابعي الكومبس. أما من ترنداتنا المنوعة، ملكة جمال لسنتين بسبب الظروف، 37 هدف بسبب كورونا. أخبار حلوة وفيها تفاؤل، حملها خبر ميزانية العام الجاي يعني 2021 ولقى تفاعل جيد رغم بعض التعليقات يلي كما يبدو أنه كان فيها شوية تشاؤم. الشيء الحلو أنه في خطط لإنعاش الاقتصاد السويدي بعد أزمة كورونا. وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون حكيت عن أمور إيجابية جدا، مثل مثلا استثمارات حينتج عنا 75 ألف وظيفة، وخفض ضريبة الدخل وضريبة المعاشات التقاعدية، ومنقول إن شاء الله الكل بيستفيد ونتجاوز هالأزمة يعني أزمة كورونا بسرعة. في عنا كمان خبر حلو، وهي المرة عن آخر الاكتشافات الطبية لمواجهة فيروس كورونا. الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أصدر بيان وافق فيه على اختبار بعض الأعشاب الطبية، وبحال كانت النتائج مرضية حيسرعوا بتصنيعه كعقار ضد فيروس كورونا. نذكر أنه رئيس مدغشقر قبل شهور روج لمشروب عشبي بيحتوي نبتة الشيح وقال أنه بتقضي على الفيروس. هلا أكيد صار في حكي كتير عن أعشاب وعقاقير، بس هاي المرة وبما أن منظمة الصحة العالمية بنفسها تبنت الموضوع، معناها منقول إن شاء الله في أمل ومننتظر نتائج الأبحاث. عائلة الغوريلا الوحيدة بالسويد والمتواجدة بحديقة كولموردن أنجبوا مولود جديد. هلا كما يبدو الخبر كان سعيد لكل الشعب السويدي حسب ما صرحت مديرة الحديقة، ولهلا ما عرفوا جنس المولود إذا كان ذكر أم أنثى. ليش؟ لأنه صغير الغوريلا أول ما ينولد بيكون كتير ملتصق بأمه ومقرب منها، والموظفين بحديقة الحيوانات بالعادة ما بيقدروا يقربوا كتير لأنه كمان الأم بتكون بمزاج جدا حاد. كان في تعليقات كتير حلوة وطريفة من متابعي الكومبس، وكتار منهم قاموا بالواجب وهنأوا بسلامة المولود ووالدته، مثل يا حياتي هسا رح تاخد سنة ماما ليدي، ربي قومك بالسلام يا بيبي. هاد كان تعليق ساندرا الشيباني. حسن الصالح من مبدأ الفكاهة حكى أنه حابب يقوم بواجب المباركة وحتى اختار الهدية المناسبة. شو قال؟ مبارك ما إجاكم، فرحت لكم من أعماق قلبي ويربى بعزكم ودلالكم، مباركة مني كيسين موس. والله ما بتقصر يا حسن. أما أسامة خليفة حسب رأيه أنه تعليقات الأغلبية على هالبوست أنه فيها تنمر، وأنه الشغلة حسب وجهة نظره كالتالي. قال حتى القرود ما خلصت من تنمر الشعب العربي، يعني مع العلم إذا دور الشرق الأوسط كله ما حتلاقي حتى غوريلا واحد، والسويد جزء لا يتجزأ من وطننا، ولكن عندهم اهتمام بالبيئة والحيوان وحرص على عدم انقراض إحدى تلك الحيوانات الضخمة. هنيئا للبلد المضحك المبكي. وهلا صار وقت ننتقل للترندات المنوعة. تلاحق الأحداث السياسية بلبنان 2019 ومن بعدها انفجار بيروت بال 2020 وقف بوجه تنظيم مسابقة ملكة جمال لبنان، وبالتالي ماير عايدة بقيت ملكة جمال لبنان من 2018 لهلا. طبعا جمال ماير بيستاهل وأكثر، بس أكيد حلمنا الأكبر أنه الظروف الطبيعية تكون للبنان ولكل البلدان العربية ويمشي كل شيء بالشكل الطبيعي. وبودعكم مع هالخبر الرياضي الطريف، في مباراة بين فريقين منافسين بالدوري الألماني للهواة انتهت بنتيجة كبيرة واللي هي 37-0 لصالح فريق هولدنشتيت. الفريق الخاسر واللي اسمه ريبوردوف مولتسن كان سبق وقدموا طلب لأجل المباراة. قال ليش؟ لأنه سمعوا أنه الفريق الثاني عندهم إصابات بكورونا، بس الطلب انرفض وصارت المباراة. فهني كطريقة احتجاج منهم على هالموضوع طبقوا قاعدة التباعد الاجتماعي على أرض الملعب، وبالتالي هذا الشيء أداهم للخسارة والمنافسين ناقشت معهم. يلا باي باي.